هذا الأخ أحمد المحمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي المسافة المعتبرة لوجوب الصلاة في المسجد؟ وهل الصلاة في المسجد جائزة؟ وقد سمعت وقرأت بأن الصلاة حتى في البيت جائزة بدون الجماعة، وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإتيان إلى المسجد لا يتحدد بمسافة، وإنما يتحدد بسماع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمعتبر هو سماع الأذان. ولما جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يطلب منه الرخصة أن يصلي في بيته لما يعرض له من المشقة في طريقه إلى المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: فإني لا أجد لك رخصة. المدار على سماع الأذان. وأما صلاة الجماعة فهي فرض واجب على كل مسلم، على الأعيان. لا يسع مسلما يسمع النداء وليس عنده عذر يمنعه من الحضور إلا ويجب عليه الحضور. وهذا أمر يكاد أن يكون مجمعا عليه، خصوصا عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال قائلهم: ولقد رأيتنا، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فلا يسع أحدا أن يترك الجماعة وهو يقدر على حضورها. وقد شغب بعض الصحفيين أو بعض المتعالمين في هذه الأيام بأنه لا تجب صلاة الجماعة كما ذكر السائل، وأن الناس يصلون في بيوتهم، وهذا خلاف الأدلة بل خلاف الإجماع. وقد صدرت ولله الحمد من اللجنة الدائمة صدر بيان في الرد على هذه الفكرة الخاطئة. نعم.